الرئيس السيسي يتابع مستجدات تطوير منظومة القضاء ويوجه ببلورة خطة للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم. مدبولي يستكمل متابعة خطوات تدقيق البيانات وحوكمتها بشأن هيكلة منظومة الدعم. خلال اجتماعهما التشاوري بالكويت وزراء الخارجية العرب يناقشون الوضع بالمنطقة والتدخلات الإقليمية. 9:00 مساء في القاهرة، 7:00 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضائي الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها. كما تابع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، آخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتحقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل. كما وجه مدبولي بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم بالتنسيق بين الوزارات المعنية والخروج بنتائج وتصور نهائي. وجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي لإقامة مشروعات أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين. وشدد مدبولي خلال الاجتماع على سرعة الرد على أي طلبات مواطن يتم تقديمها من المستثمرين مكلفا بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة. في سياق آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015-2020، وسجلت مؤشرات المسح انخفاضا في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015. كما نوهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خلال الاجتماع إلى الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان 2022-2026، والتي من المقرر أن يتم تنظيم فعالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذه الخطة. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة، جاء ذلك بهدف تقديم التهنئة لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لعيد الشرطة. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لعيد الشرطة. في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري، وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين في مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة، معربا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره. من جانبه أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار في كافة ربوع البلاد، مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهما جناح الأمن للأمة المصرية، مؤكدا أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال في مسيرة البذل والعطاء، وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم، وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة. في إطار توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعويضية وإنتاجها في مصر، يتم تنظيم الملتقى الدولي الثاني لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت رعاية القوات المسلحة. يأتي الملتقى تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة، وذلك يومي 26 و27 من فبراير المقبل، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية، ورسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية. كما سيتناول الملتقى فرص تمويل المشروعات البحثية والمنح التي تسهم في تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة. بحث سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا. تطرقت اللقاءات إلى سبل دفع تطوير وتعميق هذا التعاون، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال إصدار ضمانات الاستثمار من المفوضية الأوروبية والتعاون والتنسيق المشترك، اتصالا بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، فضلا عن برامج التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي وبرامج دعم الموازنة المصرية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته والتدخلات الإقليمية خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت. وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح عقب ختام الاجتماع، أوضح أنه تم أيضا تناول الوضع الإقليمي، مشيرا إلى وجود تفاهمات حول كيفية التحرك من اليوم وحتى 9 مارس القادم، موعد الاجتماع القادم للمجلس الوزاري بالقاهرة. في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته، الوضع الإقليمي، التدخلات الإقليمية، وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي. طبعا في تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى 9 مارس الاجتماع القادم في المجلس الوزاري في القاهرة، ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة في أيضا حوالي 9، 10، 8 سبتمبر، لم يتفق على الموعد بعد. بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أنه الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث، وبالتالي بينطلقوا في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة، وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة. هذا وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك قدم للاجتماع الوزاري رؤية بلاده بخصوص التسوية السياسية. كما أشار أبو الغيط إلى أن قوات الحوثي ترفض رؤية الحل السياسي، وذلك في ظل دعمها من قبل إحدى القوى الإقليمية. وزير خارجية اليمن أيضا قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة بما تراه اليمن والجهد الذي يبذل إلى تسوية سياسية، وأنه الجانب الحوثي هو الذي يرفض، مدعوما بقوة إقليمية واضح جدا تدخلها في هذا النزاع. من جانبها أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب خلص إلى نتائج إيجابية. وخلال المؤتمر الصحفي أشار وزير خارجية الكويت إلى أن مبادرة إعادة بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية عربية وليست كويتية بحتة، مضيفا أن الكويت تلقت ردا لبنانيا على مبادرة إعادة بناء الثقة، وأن هذا الرد تتم دراسته في الوقت الحالي. مثل ما ذكرت، الآن استلمنا الورقة، ومجرد أن أتانا الرد هو بحد ذاته لعلها خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين بالتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لإجراءات بناء الثقة مع لبنان. الآن نحن بصدد دراستها وأشقائنا في دول المجلس، وإن شاء الله بناء عليها يتم أخذ الخطوات المناسبة. وعلى هامش مشاركته بأعمال اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما يبحث الوزيران تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع مصر والأردن من أواصر أخوية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي. كان وزير الخارجية قد التقى نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، حيث أكد شكري على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي. كما أكد شكري موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري. وإلى العراق، حيث قتل جندي وأصيب اثنان بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي على موقع للشرطة في محافظة كركوك. يأتي الهجوم بينما أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى، أعلنت الخلية القبض على 3 إرهابيين في الأنبار والقبض على 17 متهما، بينهم 2 بتهمة الإرهاب في العاصمة بغداد. قال البطريرك الماروني في لبنان بشر الراعي إن قرار السياسي البارز سعد الحريري تعليق دوره في الحياة السياسية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية يجب ألا يستخدم كذريعة للدعوة إلى تأجيل الانتخابات. وأوضح البطريرك الماروني أنه فوجئ بقرار الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة ل3 مرات، وعبر عن أمله في استمرار مشاركة المكون السني في الانتخابات، معربا عن رغبته في أن تبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات لكي تأتي معبرة عن موقف جميع اللبنانيين. بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، بحث جوانب التعاون في ضوء اتفاق السلام الذي وقعه البلدان خلال عام 2020. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ولي عهد أبو ظبي ورئيس إسرائيل في قصر الوطن في أبو ظبي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول كذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. قال وزير الصحة النمساوي فولف جانج ماكشتاين إنه من المتوقع أن تكون ذروة الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في 7 فبراير المقبل. وأضاف ماكشتاين أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ما زالت مرتفعة بشدة، وتجاوزت اليوم 27,000 حالة مع ارتفاع حاد بالحالات في العاصمة فيينا بشكل أكبر من بقية الولايات الفيدرالية. وأوضح وزير الصحة النمساوي أن الوضع الوبائي لا يزال حرجا، ولكن الإشغال في المستشفيات مستقر ولم يصل إلى المستويات الخطرة التي تتطلب العودة إلى الإغلاق. قررت الفلبين تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة مانيلا ومناطق أخرى اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، وسط انخفاض في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ومن المقرر أن يتم العمل بقيود المستوى الثاني في تلك المناطق خلال الفترة من الأول وإلى 15 فبراير، حيث يتم مراجعة القيود كل أسبوعين بناء على الوضع الوبائي. كانت الفلبين قد شهدت مؤخرا ارتفاعات قياسية في معدلات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، تتواصل الإجراءات ما بين تعزيز حملات التطعيم والإغلاقات. ففي بريطانيا تم إطلاق حملات التطعيم للأطفال، بينما شهدت كندا وفرنسا احتجاجات في مواجهة الإجراءات المشددة لمواجهة الفيروس. على وتيرة تصاعدية تستمر أزمة وباء كورونا حول العالم، وخاصة مع وجود المتحور أوميكرون، لتتخطى الإصابات أكثر من 367,600,000 إصابة، وتقترب الوفيات من كسر حاجز الملايين 6. الأرقام القياسية باتت المميزة لإصابات كورونا حول العالم، حيث سجلت عدد من الدول ومنها روسيا وكوريا الجنوبية أرقاما لم تحققها منذ بدء الجائحة. التعامل مع الجائحة يتباين من دول لأخرى، ففي بريطانيا انطلقت اليوم حملة لتطعيم الأطفال من سن 5 سنوات حتى 11 عاما ضد كورونا، وسيحصل الأطفال على جرعتين من لقاح فايزر بايونتك بما يعادل ثلث جرعة البالغين. التجاوب مع التطعيمات في بريطانيا يقابله رفض وتظاهرات في مناطق أخرى، ففي كندا تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكندية أوتاوا للاحتجاج على إلزامية اللقاحات والكمامات وعمليات الإغلاق. وفي فرنسا تظاهر معارضون لشهادة التطعيم في عدة مدن في البلاد بعد بضعة أيام من تنفيذ آلية تشدد إلزامية الشهادة الصحية المفروضة لحث المواطنين على تلقي التطعيمات. وإلى الشرق الأقصى، حيث لم تمنع الإجراءات المشددة للسلطات الصينية قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من ظهور إصابات بين أعضاء الفرق المشاركة، كان آخرها تسجيل 5 إصابات بأعضاء البعثة الكندية. الأوضاع تكشف أن فيروس كورونا يتمسك بأرصدته مما أشعه من القلق والحيطة في العالم، ويرفض التنازل عنها عبر متحورات جديدة تظهر يوما بعد يوم. أعلنت الصحة الكويتية بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح فيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أن اللجان الفنية المختصة بلقاح كورونا اعتمدت لقاح فايزر بيونتك لهذه الفئة العمرية، وشددت الصحة الكويتية على أنها ستقوم بتقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من أجل الحصول على اللقاح. نشرة 9 ما زالت متواصلة معكم، وفيها الناتو يحسم الجدل بشأن نشر قواته في أوكرانيا، والأخيرة تدعو روسيا للحوار. دعت أوكرانيا روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الدول الغربية إذا كانت ترغب جديا في احتواء التوتر، وذلك بحسب ما قالته كييف. إلى ذلك أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ أنه لا توجد خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا على خلفية التوتر القائم مع روسيا. وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف يقوم بالكثير لمساعدة أوكرانيا من أجل تقوية قدراتها الدفاعية والسيبرانية، ولفت إلى أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا من خلال فرض عقوبات موسعة في حال استخدمت القوة ضد أوكرانيا. في ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تطلعه لمضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز أمن أوروبا، وقال بحسب داونينغ ستريت إن زيادة عدد القوات قد يكون إلى جانب إرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا، مع إمكانية إرسال طائرات نفاثة سريعة وسفن حربية ومتخصصين عسكريين لحماية حلفاء الناتو. كانت بريطانيا قد أكدت أن احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا كبيرة للغاية، وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أن بلادها ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا ممن لها علاقة بالأزمة الأوكرانية. هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن أوكرانيا ليست مستعدة لأن تكون عضوا في الناتو، ولن تكون عضويتها مفيدة للحلف. وأضاف لافروف أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو ستؤثر بشكل خطير على العلاقات بين روسيا والحلف، كما ستكون انتهاكا صارخا لالتزامات رؤساء الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الحلف. من ناحية أخرى، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، قال إن بلاده لا تهدد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، واصفا كل التصريحات التي تزعم عكس ذلك بغير المبررة. بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع الممثل المقيم للأمم المتحدة والاستشاري الدولي المتخصص في التنمية سبل التعاون في تنفيذ مشروعات الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك عبر الفيديو كونفرنس. وأوضح وزير الاتصالات أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 5,800 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من 1,000,000 مبنى سكني وحكومي بقرى المبادرة، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات في إطار المساهمة في تنفيذ المبادرة. أجرت قافلة طبية لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ الكشف الطبي على 1450 مترددا من أهالي قرية المنوفة التابعة لمركز الحمول بالمحافظة. يأتي هذا إلى جانب صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية متنوعة التخصصات إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة. احنا النهارده في قرية المنوفة القافلة بتشمل 10 عيادات ب10 تخصصات طبية مختلفة. طبعا الخدمات الطبية اللي بتقدم في القافلة على محاور عدة، في خدمات تشخيص دي العيادات، وفي خدمات الفحوصات الطبية، معمل وأشعة متنقلة. معمل بيشمل حوالي 25 نوع من أنواع التحاليل المختلفة، والأشعة المتنقلة عادية وسونار، وكمان معانا صيدلية شاملة بتخدم جميع التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. احنا النهاردة موجودين ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية الحياة كريمة، واللي بيكون هدفنا فيها ان احنا نقدم خدمة طبية متكاملة بالمجان لأهالينا في الأماكن الأكثر احتياجا. النهاردة احنا موجودين معاكم في قرية المنوفة مركز الحمول. القرية بتبعد عن مستشفى كفر الشيخ العام حوالي 31 كيلو. تم في خلال اليومين توقيع الكشف الطبي على 1450 حد من أهالينا. دورنا مش بس بيقتصر على توقيع الكشف الطبي، احنا معانا صيدليه فيها حوالي 165 نوع من انواع الدواء، بيتم صرف الادويه بالمجان. رفع وكيل مجلس الشيوخ المستشار النائب بهاء أبو شقة الجلسة العامة إلى الغد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وكان وكيل المجلس قد ترأس الجلسة خلال مناقشة مواد مشروع القانون، وانتهى عند المادة 152. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة مشروع إصدار قانون المقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وذلك بعد أن وافق المجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 من يناير على مواد القانون حتى المادة 104. بدأت الجلسة بعرض عدد من النواب مقترحاتهم وآرائهم بشأن باقي مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل لتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيتهم. للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتثري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن إلى آخر ما جاء بنص المادة. الفقرة الأولى فندم كما هي. الفقرة الثانية عايزين نقول فيها ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يمنح العامل يوما آخرا عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع بالملف الخاص بالعامل. كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة. التعديل المقترح من جانبنا سيادة الرئيس بيكون إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة. السبب هنا يا ريس إن العقد الأصل اللي احنا بنتحدث عنه هو عقد الإنجاز عمل معين. أنا اقتراحي باختصار هو إن احنا نميز بين يوم العمل والأيام العمل الفعلية أو اللي هي غير متضمنة ايام الاجازات الاسبوعيه المعتاده. شكرا. هنا يبقى مسطره واحده ويبقى اللي بيتغير في وسط الاسبوع بيعامل نفس معامله اللي بتغير على اطراف الاسبوع. وفي نهايه الجلسه تمت الموافقه على المواد حتى الماده 152 على ان تستكمل مناقشه باقي مواد القانون خلال الجلسه القادمه. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل كما ينتصر للمرأة العاملة. قانون بيهدف لمصلحة العامل ومصلحة المستثمر، وزي ما بنقول برضو بقى مصلحة المستثمر ما كنا بنتناقشه في الأول وأنا في كلمتي الأولى بنقول خلي بالكم إن المستثمر دي كلمة كبيرة قوي، بس إحنا القانون ده بيتطبق كمان على اللي عنده ورشة عنده 5 عمال أو عند 6 عمال، وبالتالي هو قانون متوازن جدا. القانون في مجمله أنا قريته كله 267 مادة، نقلة نوعية جيدة جدا، يعني فيها تعديلات كتيرة جدا عن القانون القديم، هتفتح مجال للشركات الأجنبية اللي هي تلاقي فعلا قانون عمل منظم. حتى بالتعديلات اللي أنا اقترحتها يزال المشروع جيد ومقبول. القانون بيحقق بشكل كبير جدا التوازن والإيقاع وضبط العلاقة ما بين العامل ورب العمل. القانون انتصر للمرأة المصرية، القانون انتصر للعامل المصري في حقوق كثيرة جدا، أهمها أو على رأسها استحداث المحكمة العمالية، فأصبح فصل العامل ليس بيد رب العمل وإنما بيد القضاء المصري. القانون خد وقت طويل قوي في الشغل، بقى له 2 سنتين جلسات مجتمعية وحوار مجتمعي، الحقيقة جالنا شبه جاهز، اللجان كمان عملت شغلها وعملت جلسات استماع وطلعت ملاحظات كتير، وأعتقد انه يعني من خبره متواضعه كده فكره الخلافات الجذريه مش موجوده الحمد لله في القانون ده. هذا القانون قانون متكامل، قانون طبقا للدستور 2014، قانون طبقا للجمهوريه الجديده، فان هذا القانون من الف للياء لحقوق العمال، واحنا بنناقشه في سبيل الحفاظ على حقوق العمال وحقوق العمل في ظل الجمهوريه الجديده وفي ظل الدستور 2014. اتكلمنا في حاجات كتير جدا، من ضمنها مثلا حاجه بتخص المراه تم الموافقه على ان هي تاخد اجازه 4 شهور لمده 3 مرات في السنه، اجازه الوضع طبعا، شهر قبل الولاده و3 شهور بعدها، فده تم الموافقه عليه وده طبعا قانون صالح المراه 100%. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورشة عمل تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة. وتأتي الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة. دعما لرؤية الدولة الاستراتيجية 2030 ودفع سبل التنمية المستدامة، أقيمت ورشة عمل تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمتخصصين. مؤتمر مهم جدا ذو مستوى رفيع بيدرس تحركات الدولة الحالية والمستقبلية والخطط في الفترات القادمة، سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، في إدارة الأزمات وكيفية وضع استراتيجية قومية للتعامل مع هذه الأزمات، سواء على أزمة زي الوباء العالمي بتاع كورونا الحقيقة الذي أدير الحقيقة باحترافية كبيرة جدا، سياسية وطبية واقتصادية واجتماعية. تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة من خلال دمج الأخطار البيولوجية وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات. الدولة المصرية حريصة دائما أن تواكب في إطار تخطيطها الاستراتيجي كل ما هو حديث فيما يتعلق بالحد من المخاطر، وهنا الحقيقة كنا حريصين أن احنا كمركز معلومات دعم اتخاذ القرار ان احنا نتعاون مع المكتب الاقليمي للامم المتحده لحد مخاطر الكوارث لبحث كيفيه التعامل مع المخاطر المتعدده، سواء كان مخاطر كوفيد 19 او مخاطر التغير المناخي. نحن نقوم حاليا بالدعم في إعداد أو تحديث الاستراتيجيات الوطنية بأن تشمل أو تدرج فيها مواضيع الأخطار البيولوجية ومنها الكوفيد 19، وكذلك الدعم في على المستوى المحلي في إعداد خطط أو استراتيجيات محلية للحد مخاطر الكوارث تأخذ في الحسبان مواضيع الكوفيد والكوفيد 19 أو الأخطار البيولوجية. كانت جهود الدولة خلال الفترة الماضية قد أسفرت عن وضع رؤية وطنية للتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الأممية في هذا الصدد في عدة مجالات، وكذلك إصدار استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها وفق أحدث المستجدات العالمية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال مصر 115,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا مقدمة من دولة لاتفيا، وأكدت الوزارة أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. أقامت أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين سابقا عزاء للمغفور له بإذن الله تعالى بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم واجب العزاء عدد من محبيه من الأسرة الصحفية والشخصيات العامة، وقدم المشاركون في تقديم العزاء كلمة رثاء عن الكاتب الراحل مؤكدين أنه كان قيمة صحفية وسياسية كبيرة، واصفين الكاتب الراحل بأنه كان فارس القلم والصحافة مخلصا لوطنه ومدافعا عنه. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج نتائج دراسة حوكمة الأداء المؤسسي التي قامت بها الوزارة، وخلال الإعلان عن نتائج الدراسة شددت نيفين القباج على سعي الوزارة لتعزيز قواعد الحوكمة بها إلى جانب حوكمة البيانات والإجراءات وترشيد الإنفاق والحرص على أداء الحقوق لمستحقيها من قبل وزارة التضامن والتي تخدم فئات عديدة من المجتمع. سعيدا من قلب وزارة التضامن الاجتماعي بنعلن عن أول مؤتمر حوالين الحوكمة المؤسسية في وزارة التضامن الاجتماعي. إذا كان النهاردة بنطلق بس نتائج الدراسة التي قمنا بها بناء على تكليف السيد رئيس الجمهورية لتعزيز قواعد الحوكمة في وزارة التضامن ولحوكمة البيانات والإجراءات والإنفاق وترشيد الإنفاق والحرص على ذهاب كل حق يذهب من وزارة التضامن إلى مستحقيه. وزارة التضامن بتخدم فئات عريضة من المجتمع، لها شراكات عديدة سواء مع مؤسسات حكومية أخرى أو مع المجتمع المدني أو مع القطاع الخاص أو حتى مع المتطوعين، يعني في إطار بناء الدولة الحديثة اللي بتصبو إليها الدولة. يعني وزارة التضامن هي جندي في إطار تنفيذ هذه أو إنفاذ قواعد الدولة الحديثة اللي الحوكمة في قلبها حقيقة. الحوكمة يمكن مصطلح يبدو كبير وليست ليس مفهوم لكل الناس، عشان كده احنا بنحاول نبسطه تماما، وان هو مجموعه الاجراءات اللي بتتبناها وزاره التضامن الاجتماعي والقواعد اللي بتحث على شفافيه البيانات، على نزاهه الاداء، على كفاءه وجوده الخدمه، على وقتيه الخدمه، ان تكون الخدمه في وقتها السليم، على مسؤوليه كل موظف من اكبر موظف حتى اصغر اخصائي واصغر مسؤول بوحدات التضامن. في نسخته 53 تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشمل أروقة المعرض أجنحة عديدة تضم مختلف المعارف والثقافات المصرية والأجنبية. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في نسخته 53، وذلك وسط مشاركة أكثر من 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 51 دولة حول العالم. ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. هو معرض الكتاب منذ عدة سنوات تطور كبير بعد معاناة الناشرين من خلال المكان القديم. تطور كبير جدا، بقى يضاهي أي معرض عالمي، وده بشهادة الجميع. والمكان أصبح ملائم جدا للناشر وللمثقف وللجمهور على حد سواء. مكتبة الإسكندرية تشارك هذا العام أو هذه النسخة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين، أحدهما شرفي للعرض وآخر للبيع، يتم من خلالهم عرض وبيع أكثر من 400 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية، اللي بتتميز بشكل دائم بالتعددية وتنوع المجالات التي تتناولها تلك الإصدارات، بجانب تنوع الطبعة نفسها، وصولا أو إصرارا من مكتبة الإسكندرية للوصول لكافة الفئات والشرائح. إقبال كبير من المواطنين شهدوا جناح وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتم فيه استعراض أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة للمواطنين، كالرسائل التي يشملها برنامج وعي للتنمية المجتمعية عن طريق تنمية الطفولة المبكرة، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية، بالإضافة إلى التأكيد على دور الشباب في رفع الوعي المجتمعي. بيكون هناك في خبراء تبع الوزارة، يقدروا الناس اللي موجودين في المعرض لو حد حابب إن هو ياخد أي استشارة يتكلم مع الخبير، يسأل عن أي حاجة. في معانا خبراء في التربية الإيجابية الأسرية، بيكون الأسرة عندها فرصة تصنع ألعاب لأطفالها مع الطفل يعني، وتلعب معاه، وبيسألوا كل الأسئلة اللي محتاجينها للخبيرة، وبتقدر تقدم لهم الإجابة اللي هم محتاجينها. دورات متتالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تؤكد على الريادة الحضارية المصرية، وتعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة والاطلاع على أهم وأحدث العناوين في مختلف المجالات، إلى جانب المشاركة في الفعاليات المتنوعة المصاحبة للمعرض في نسخته 53. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. والآن جولة في الأخبار الاقتصادية ووقفة اقتصادية مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا نادين، شكرا ياسر. مشاهدين، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي ضمن زيارتهم لمصر، ذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية. تأتي الزيارة في إطار التعاون ما بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، واستمرارا لجهود الهيئة في التعريف بمستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس. وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة الحضور على نظام الملاحة في قناة السويس وما حققه مشروع قناة السويس الجديدة من مزايا ملاحية عديدة، حيث سمح بعبور السفن في الاتجاهين دون انتظار، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة في المجتمع الملاحي وما تشهده من تطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة. بحث المجلس التصديري للصناعات الطبية مع رئيس السنغال ماكي سال خلال زيارته لمصر عددا من ملفات التعاون المشترك، خاصة ملف تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السنغال، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ماجد جورج أنه تم خلال اللقاء مناقشة تدشين مصنع مصري للأدوية في السنغال، وذلك بهدف الحصول على شهادة المنشأ ضمن منطقة الإيكواس، وهي التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، الأمر الذي يسمح بنفاذ الأدوية المصرية إلى 15 دولة إفريقية بدون جمارك. شاركت مصر بالمؤتمر الدولي للثروة السمكية المقام حاليا في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم استعراض تجربة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ذلك بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في غليون والفيروز وأديال. وخلال كلمته أمام المؤتمر أشار وزير الزراعة سيد القصير إلى أن الزراعة المصرية تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة، حيث أنها القطاع المعني بتوفير الغذاء للمواطنين وتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني. أكدت وزارة البيئة تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فيما يخص ملف السحابة السوداء ورفع مستوى وعي الفلاحين لأهمية تدوير قش الأرز بدلا من حرقه. وخلال اجتماع عقده وزير البيئة والزراعة بشأن التحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية الذي تستضيفه مصر، أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف سيكون لها ميزة وفرصة أكبر في التمويل. كما أوضحت وزيرة البيئة أن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من 2020 وحتى 2040، ذلك لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحا. أطلقت البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال تحت عنوان المستثمرون الخمسة، كما تم إطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة المصرية، ويأتي ذلك في إطار رفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي. إلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات اليوم وهي أولى جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات بضغوط من مبيعات أجنبية وسط أحجام من تداول منخفضة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 737.3 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.37% ليغلق عند مستوى 11,457 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.29% ليغلق عند مستوى 2100.2. هبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة. أظهرت أرقام رسمية تراجع النشاط الصناعي في الصين في يناير، لكنه تجاوز التوقعات بشكل ضئيل، فيما تعاني الأعمال التجارية من اضطرابات متفرقة جراء تفشي فيروس كورونا. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 50.1% في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أي أعلى بقليل من عتبة 50 نقطة التي تفصل ما بين النمو والانكماش. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزميلين دينا وياسر، إليكم. شكرا لك يا زميلي رجاء رمزي. تسببت العاصفة الثلجية المسمى بقنبلة الإعصار في إلغاء نحو 1400 رحلة طيران أمريكية، وذلك بعد اجتياحها شمال شرقي الولايات المتحدة. إلى ذلك أعلنت العديد من الولايات الأمريكية حالة الطوارئ بسبب العاصفة، والتي تواصل اليوم الثاني غمر المنطقة بالثلوج مصحوبة برياح عاتية تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا بالساعة. في واحدة من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات، انهمرت هذه الثلوج الكثيفة على شرق الولايات المتحدة، والتي حملتها رياح تضاهي في شدتها قوة رياح الإعصار. وتسببت هذه العواصف في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وفي فوضى في النقل وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة. ومع صدور التحذيرات من العاصفة الثلجية، تلقت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر للعاصفة التي تحولت إلى ما يسمى القنبلة الإعصار، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي. كما تمت دعوة السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف. وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 96 كيلومترا في الساعة ودرجات حرارة شديدة البرودة مع رياح عاتية، وهو ما نتج عنه إلغاء آلاف رحلات الطيران للسفر داخل الولايات المتحدة أو إليها. وهبت العاصفة الثلجية في أعقاب عاصفة شتوية مماثلة غطت مساحات شاسعة من شرق أمريكا الشمالية من جورجيا إلى كندا، وذلك قبل أسبوعين فقط، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل آلاف الرحلات الجوية. والآن وقفة أخرى مع أخبار الرياضة وأخبار كأس الأمم الإفريقية. مرة أخرى معنا رجاء رمزي. شكرا ياسر عبد الستار، شكرا دينا فكري. مشاهدينا، أخبار المال أو أخبار الكرة والملاعب نتابعها في هذه الوقفة الرياضية. تأهل المنتخب الوطني إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في دور ربع النهائي من المسابقة. تقدم سفيان بوفال للمغرب في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 53، ثم الدقيقة 100 أحرز محمود حسن تريزيجي هدف الفوز والتأهل لمنتخب مصر. وعقب المباراة حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تهنئة المنتخب الوطني بعد التأهل للدور نصف النهائي. نشرت صفحة رسمية للكاف عبر موقع تويتر صورة لفرحة المنتخب الوطني بالفوز، وكتبت: الفراعنة ما بين الأربعة النهائيين للمرة الثانية في آخر 3 إصدارات من البطولة. هذا وقد حصد قائد المنتخب المصري محمد صلاح على جائزة رجل مباراة مصر والمغرب بكأس الأمم الأفريقية. سجل صلاح هدفا وصنع آخرا ليقود الفراعنة الوصول لدور نصف النهائي. لازلنا مشاهدينا في أصداء فوز المنتخب المصري اليوم، حيث حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح على قيادته لمنتخب مصر للفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، بجانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة. نشر الحساب الرسمي لليفربول على تويتر صورة لصلاح معلقا عليها: هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز. تهانينا إلى العظيم محمد صلاح، والذي قاد المنتخب المصري إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية. للمزيد مشاهدينا ينضم الينا عبر الهاتف الناقد الرياضي جمال الزويلي. استاذ جمال، برحب بيك. يعني اعتقد ده المباراه الثانيه على التوالي اللي هو يكون الاداء منتخب مصر بيقنع الجماهير المصريه المتابعه. تحياتي اولا لحضرتك والف مبروك لمصر كلها على الاداء المقنع الرجولي الرائع على مدار المباراتين الأخيرتين أمام كوت ديفوار وأمام المغرب. وهنا يعني أهمية الأداء ده والنتيجة إنها أمام فريقين بيمتازوا بالمستوى الفني الرفيع. يعني كلنا كنا معجبين جدا قبل ما نلتقي مع المغرب وقبل ما نلتقي مع كوت ديفوار بأداء الفريقين. أستاذ جمال، يعني سريعا ما الذي تغير في أداء المنتخب المصري في الماتشين الأخريين؟ الروح فقط. أنا من وجهة نظري، لأن لما تيجي تقارن التشكيل اللي لعب بيه المنتخب على مدار الماتشات بتاع البطولة هتجد إن هو تقريبا تشكيل ثابت. الحاجة الوحيدة يمكن الروح المعنوية والروح القتالية العالية جدا اللي أدى بيها لاعيبة منتخب مصر، بالإضافة لعودة اللاعبين إلى مراكزهم الأصلية بعد ما استقر كيروش على أنهم يعودوا أو يلعب بنفس التشكيلة، كل لاعب في مكانه. أعتقد أنه نجح إلى حد كبير في أنه يخلي كل لعيب يطلع أكتر طاقة عنده. عظيم جدا. وأضيف إلى ذلك برضو يا أستاذ رجائي حاجة مهمة. اتفضل. الانتقادات التي كانت متجاوزة أحيانا للاعبي منتخب مصر في مباريات الدور الأول للبطولة، أعتقد أن هي رفعت مستوى التحدي عند اللعيبة لإثبات وجودها، وهذا هو ما نريده في النهاية يعني. عظيم جدا. طيب احنا النهارده تابعنا كان في للأسف الشديد عدد كبير جدا من الإصابات التي ضربت اللعيبة الأساسية في المنتخب المصري. توقعاتك لسيناريو المباراة القادمة، مباراة مهمة جدا أمام صاحب الأرض الكاميرون؟ طبعا المباراة القادمة بلا شك إنها تكون مباراة صعبة جدا، لكن احنا قلنا قبل كده مباراة المغرب صعبة جدا، مباراة كوت ديفوار صعبة جدا. طبعا الصعوبة تزداد أمام الفريق المضيف اللي هو صاحب الأرض والجمهور، واللي غالبا بيكون التحكيم متعاطف معاه أكتر، إضافة طبعا للعوامل اللي حضرتك قلتها. معلش يا فندم، أكتر من كده يعني؟ نعم أكتر من كده؟ ممكن لا، بس أنا عايز أقول إن الروح القوية اللي بنلعب بيها ممكن تعوض أي حاجة. يعني أنت ممكن تتعرض لظلم تحكيمي، ولكن أنت عندك الإصرار إنك تكمل بنفس القوة وبنفس الكفاءة هتنجح، بدليل ان انت النهاردة امام المغرب. منتخب المغرب تقدم عليك في الدقيقة 4 من الشوط الاول من بداية المباراة. صحيح صحيح. انا بقول رب ضارة نافعة، لانه هذا التقدم المبكر ده اللي حفز اللعيبة بتاعتنا ان هم يتعادلوا ويكسبوا كمان. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا، ناقد رياضي استاذ جمال الزويلي، كنت معنا عبر الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا. اكتفى النادي الاهلي مشاهدينا بالتعادل الايجابي بهدف المثلي مع ضيفي البنك الاهلي في الجوله الاخيره من المجموعه الثانيه ببطوله كاس الرابطه. بهذا التعادل رفع النادي الاهلي رصيده الى 4 نقاط في المركز الاخير بالمجموعه، بينما يحتل البنك الاهلي المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتفوق بفارق الاهداف عن الاهلي. يلا اسامه قابل يا رجاله. الله حصد المنتخب الوطني للكاراتيه ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في اسبانيا. حققت لاعبات المنتخب الوطني للكاتا المكون من شهد صديق ونادية السيد وحبيبه احمد ونهى عمرو وآية هشام وايضا اسماء محمود، حققوا ميداليتين برونزيتين في منافسات اليوم الاحد من الدوري العالمي للكاراتيه. نهاية مشاهدينا هذه الوقفة الرياضية، عودة مجددا إلى الزملاء دينا وياسر. ألف مبروك للمنتخب المصري. ألف مبروك يا رجائي، ومبروك لمصر كلها، وإن شاء الله يعني نفوز في التأهل في دور النصف النهائي إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. تعمل الفنانة العراقية كرمال العلي بفن النحت، وحصلت على درجة الماجستير من كلية الفنون الجميلة ببغداد، لتصبح أول محاضرة في قسم النحت بالكلية منذ سنوات. وخلال العقدين الأخيرين بالعراق كانت شرائح المجتمع الأكثر تحفظا ترفض فكرة أن تصبح النساء نحتات، ولكن خلال السنوات الأخيرة تغير الأمر بشكل كبير. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها الفنانة العراقية في عملها، إلا أنها ما زالت تتمسك به وتسعى لتعلم كل التقنيات الحديثة التي تدعم فنها لتحقق ما تحلمت به ولتؤكد أيضا قدرة النساء على الإبداع في كل الفنون. والآن مع أخبار الأحوال الجوية والطقس. وعودة مرة أخرى إلى رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا دينا، شكرا ياسر. مشاهدينا، توقعات درجات الحرارة نتابعها في هذه النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأيضا شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضا جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد صقيع على السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وشمال الصعيد. مشاهدين، هذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 15، الصغرى 10، الاسكندرية 16، حضاء 11، مطروح 15 10، بورسعيد 17 10، الإسماعيلية العظمى فيها 16، الصغرى فيها 9. أما السويس فالعظمى فيها 16، الصغرى فيها 9، العريش 16 9، طابة 15 10، شرم الشيخ 20 13، الغردقة 20 12. أما الأقصر فالعظمى فيها 19، الصغرى فيها 7، أسوان 19 7، الوادي الجديد 19 4، شلاتين 22 11، وأخيرا حلايب 20 12. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. والآن مشاهدينا أترككم مع لقطة اليوم. نتابع. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يتابع مستجدات تطوير منظومة القضاء ويوجه ببلورة خطط للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم. مدبولي يستكمل متابعة خطوات تدقيق البيانات وحوكمتها بشأن هيكلة منظومة الدعم. خلال اجتماعهم التشاوري بالكويت، وزراء الخارجية العرب يناقشون الوضع بالمنطقة والتدخلات الإقليمية. انتهت نشرة الأخبار.